السلام. نعم شيخ، هل ينفع ان انا اقول لواحد نصراني جنبي جار يسلم علي اقول له اتفضل يا مقدس؟ يا مقرقس، ان انا سمعت مقدس مقدس يا مقرقس يا مقدس 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 قدس الله روحه مثلا اللي هو شيخ. لا يعني ما تقولش كده، ما في عندنا قدس الله روح فلان، ولا ما فيش عندنا هذا الاصطلاحات في دي في الكتاب ولا يعني في لو انا قلت له يا مقدس حرام؟ هي مقدس، لا ما تقولش مقدس، ما ادري معناها. انت نصراني نصراني يا عمي، ما تقولش مقدس، قول له اتفضل وخلاص. اتفضل اتفضل بس. اكبر مني سن، اكبر مني سن، احنا في ارياف. اما اقول له اتفضل، ايه المشكله يعني؟ اتفضل يا ابو سعد مثلا.